إنها دورة تأتي لتؤكد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد. الجلسة الافتتاحية شددت على أهمية إيجاد ترسانة كاملة من القوانين تتلائم مع متطلبات المرحلة. نحن في المغرب كل الأعضاء الذين يشاركون في هذه اللجنة أتوا بنظرة إيجابية على المغرب وعلى الاستقرار الذي يعيشه المغرب وعلى التحولات الديمقراطية التي عاشها المغرب والتي تعتبر مثالا يحتذى به في الوطن العربي. دورة أيضا للتمعن في التجربة المغربية وفي كيفية التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات. هناك تراكم مهم جدا من التجارب في مجال الدبلوماسية البرلمانية، في مجال الرقابة البرلمانية، في مجال التشريع، في تنظيم البرلمان، في جعل البرلمان يكون فضاء تتفاعل فيه فرق برلمانية ذات مراجع إيديولوجية مختلفة، وسمح لكل هذه الفرق أن تعطي مواقفها ثم الحسم يعني في إطار القواعد الديمقراطية. ويرتقب أن تعمل مثل هذه اللقاءات على تثبيت وترسيخ العمل البرلماني خدمة لجهود البناء الديمقراطي والتنموي. لأكيد أن التجربة المغربية والنموذج المغربي بعد خطاب صاحب جلالة مارس يعتبر نموذج يحتذى به، وبالأخص مسلسل الإصلاحات التي بدأت بقراءة ما دون مسلسلات ثم الأسرة ثم الأمازيغية ثم دسترت توصيات الأسرة المصالحة ثم دستور فاتح الإنجلوز، ثم الآن الحمد لله برلمان يشتغل بمجلسي في ظروف جيدة تسودها روح المسؤولية والاستقرار، وبالتالي ربما سيستلهم من هذه المرحلة ومن بلادنا إن شاء الله فعل جديد. الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تحقيق التقارب والتعاون بين الأطراف العربية موضوع أخذ حيزا واسعا من دائرة الأشغال.